أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج رواد الأعمال. كل حلقة من حلقاتنا عودناكم نسلط الضوء فيها على رجل أعمال أو سيدة أعمال قائمين بمشاريع لهم على أرض الإمارات العربية المتحدة. مشاهدينا خلونا نرحب نحن وياكم بالأستاذ سام صهيب، هو مؤسس صالون The Directors Cut. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم وشرفتونا اليوم. اسمي سام صهيب، عراقي الأصل، أحمل الجنسية الدنماركية، هير ستايلست. هير ستايلست، حلو. أمتى بلشت أستاذ سام بأنك هير ستايلست وبهالمشروع هذا؟ هذا الشيء من زمان كان عندي حب وشغف له، أنه هي أنا دراستي أصلاً أنه هي مسرح وتمثيل. نعم. وإخراج وتصوير، بس سبحان الله انه خلتني انه اتجه للحلاقه والهير والشعر بشكل عام. بالدنمارك كمان كان عندك هيك انه بتحب هوايتك، يعني كانت كونه حامل جنسيه دنماركيه مثل ما انك عم بتقول. نعم. فبلشنا فيها الخطوه الاولى، فينا نقول من الدنمارك. اكيد الخطوه الاولى كانت بالدنمارك من قبل 19 سنه، والحمد لله والشكر انه اشتغلت. انا سبب اسم الصالون The Director's Cut هي إلها علاقة بالتصوير والإخراج. نعم. فهذا السبب أنه أنا اخترت هذا الأسم لأدمج بين الشيء اللي درسته وبين الهواية. نعم. والشغف اللي. نعم. أنت مشيت فيه. طيب نحكي عن تأسيسك، إمتى بلشت وكيف حطيت الخطوات الأولى؟ الخطوات الأولى كانت بدأت من الدنمارك بسنة 2002، أسسنا أول فرع لذا دايركتورز كات وسميناه ذا دايركتورز كات هير ديزاين ستوديو. حلو. والفكرة من الموضوع انه هي تكون نكون صالون يكون طبعا بالدنمارك هو صالون رجالي نسائي. نعم. بس انه احنا قررنا انه نفتح الصالون في دبي رجالي، لان انه حابين نسوي فد طفرة او فشي جديد بعالم الصالونات في دبي، وهو الاهتمام بالرجل. الاهتمام بالرجل كأنه. نعم. هو عنصر اساسي وعنصر ضروري يكون موجود بالمجتمع. الرجل اللي هو لازم يكون انه مهتم بنفسه، مهتم باموره. الفكره من الموضوع احنا هو بدنا نعرف خدماتكم، يعني شو بالضبط الخدمات اللي بتقدموها للرجال. بالضبط. الفكره من الموضوع انه الرجل يتعرض لضغوطات من ناحيه عمله ومن ناحيه المسؤوليات اللي هو يحملها، فاحنا حاولنا نهيئ اجواء صالون باجواء انه تكون مريحة بعالية الدقة. يعني كل زاوية في المحل انه اخترناها بشغلة دقيقة جدا، فينا نقول الى حكاية. بالضبط. انه هي توفر الراحة النفسية للرجل. حلو. من ناحية الالوان، من ناحية الانتيريور ديزاين، من ناحية كل شيء، بحيث نحاول نوفر له الراحة النفسية اللي يكون انه هو يستحق ساعة او ساعتين بالاسبوع انه يجي يدلع نفسه. بجوز حتى لو قعد ساعه او ساعتين هو مرتاح، يعني المكان بالضبط هو مريح له لحتى انه فعلا يجي. نعم. بالضبط. هي الفكره من الموضوع، الفكره من الموضوع احنا حاولنا ناسس مكان، مو الفكره انه هي تكون انه مثلا مثلا اطلع بالمراي شعري طول محتاج اروح للصالون. لا، هي فكرة الاهتمام. الاهتمام. نعم. انه يحس في شخص مهتم فيه بسيرفيس جدا، بطبقات جدا عالية، راحته النفسية، استقباله. اتوقع انه انت هم نفس الشكل، انه التيم ما شاء الله عليكم، انه من اجيتوا لقيتوا حسيتوا بالاستقبال الحلو، وهذا كان من اهم الشغلات. هي في كثير صالونات مثلا تكون مدققة بس على طريقة القصة وطريقة الشعر، بس هي لازم يكون انه باكج كامل، انه الشخص من يدخل يحس نفسه انه اول شيء انه اهتم في شخص اهتموا فيه. نعم. استقبال جميل هادئ، حتى نوع الموسيقى لازم تكون معينة عشان يكون انه الاجواء ملائمة لكل الاشخاص ومريحة ايضا. نحكي اليوم عن الصالون بشكل عام، خدماتكم وايضا شو عاملين عروض. هلا نحن بدايركترز كات متخصصين اكيد بصالون رجالي، حبينا اكثر شيء انه دائما النساء دائما بيلاقوا خدمات اكثر، مساج، فيشل، بدلعون اكثر. بس بدايركترز كات نحن حبينا كمان انه ناخذ هذا الاهتمام كله للرجال،
يعني هني بيشتغلوا كتير وبيتعبوا كمان برا البيت، بحق لهم once per week or per month انه يجوا يتدلعوا ويهتموا بحالهم. فالخدمات اللي نحن عنا اياها هي اكيد بالاضافة عن الشعر والدقن colouring treatment للشعر وللدقن، عنا كمان تنظيف بشرة facial، عنا مساج، عنا VIP room اللي هي متخصصة انه غرفة صالون داخل الصالون فيهم يعملوا شعر دقن كل شيء فيها، هيدي كل السيرفيسز بالإضافة أنه فيهم ياخدوا شاور منجهز لهم تيبون بياخدوا تيبون وبيطلعوا. فهيدا كمان الشيء يعني بلاس بالنسبة للخدمات. وكمان عنا باكيجز وعروض، هول عروض إذا واحد بياخد كل السيرفيسز مع بعض كمان في له ديسكاونت، في له عرض خاص. وذات نحكي عن العرض الخاص شو هو عم بيكون؟ نعم بيكون مثلا شعر ودقن مانيكير بيديكير فيشل مساج everything بسعر معين amount معين، بيكون يا بالفي اي بي روم اذا هو حابب بيكون معزول او بيكون برا بالصالون اللي انت شفتي يعني. نعم كلياتها هاي التعليمات انتم طبعا اخذينها من الاستاذ سهيب بما يخص الاستاذ سام سهيب، بس انه نحن المي عندنا كلها فلترد يعني بيور ووتر، هيدي منيحه للسكالب للفروه الراس للبشره للسكن، فمهتمين باداء الديتيلز. والديتيلز هون اللي مثل ما شايفين حضرتك، اذا بتحبي تحكي لنا ايضا عن المواد والمستحضرات اللي حاطينها بقلب الصالون. نعم نحن بنستعمل هاي كواليتي برودكت كله اورجانيك، يعني ان كان للسكالب للشعر او ان كان للسكن للبشره كله اورجانيك كله للسنسيتيف سكن، يعني ما اخذين كل شيء بعين الاعتبار. وبلس انه هو مطرح مريح، يعني ايفن لو انت مش لو الزلمه مش طويل شعره ومش طويل دقنه اجى على الصالون رح يرتاح نفسيا تلقائيا من دون ما يستعمل ولا سيرفيس بعد. Our location is in the heart of Dubai in downtown front of Address Fountain Views Dunya Tower shop number 5 the director's cut. نحكي عن تميزكم اليوم كسام، اكيد كل حلاق اليوم وكل صالون او كل خلينا نقول بما يخص الشعر بشكل عام وخصوصا عند الرجال في تميز بيعمله الشخص لنفسه او لصالونه، تميزكم وين شفتوا بالنسبه طبعا في ناس اكيد عندها صالونات كتير وفي ظل منافسه كتير شديده وخصوصا بالامارات العربيه المتحده. نعم. تميزكم كيف احنا شفتوا؟ اكيد يعني انه صالون انه سويناه ما في شخص او ما في صالون ثاني انه راح يكون يشبهنا، هي كانت انه هاي اول نقطه انه حاطيها كنا قدامنا انه نأسس صالون يكون مريح بالوان مريحه، يعني احنا حتى الالوان اختاريناها بدقه تامه عشان تكون مريحه للزبون. نعم. ومريحه للشخص، مريحه للرجل اللي هو حاب يكون بمكان انه مرتاح فيه. نعم استاذ سام، طب هلا انتم من خلال الصالون هذا هو كبدايه حلوه كانت لكم ولكم 6 شهور مثل ما سمعنا مثل ما خبرتنا قبل ما نبلش تصوير، اليوم الخطط المستقبليه قديش الواحد مثلا بلش بهيك مشروع في خطط مستقبليه انكم ممكن تفتحوا صالون ثاني وثالث ورابع؟ اكيد اكيد، يعني شوفي انه الصراحه هو هذا الشيء السبب اللي خلانا احنا ندخل او نفكر انه نجي على دولة الامارات. نعم. لان هي دولة الامن والامان. جميل. هي دولة الدعم، الاشخاص المميزين اللي يحسون حالهم انه هم مميزين بعملهم ومميزين بالكورنر اللي هم يشتغلون فيه، افضل دولة لهم هي دولة الامارات. نعم. لأن إنه ما شاء الله على شيوخ الإمارات ورجال الدولة إنه وفرونا أمن وأمان، وفرونا إنه مساحة جدا عالية إنه الإنسان يقدر يتقدم بدون ما يكون في شيء إنه يخليه يرجع لورا. نعم جميل الحكي، يعني في خطط مستقبلية بإنه كمان تتوسع بمشروعك، يعني يفتح صالون تاني نفتح صالون ثالث. أكيد أكيد إن شاء الله إن شاء الله إنه عن قريب، هو هاي المفروض إنه يكون مفاجأة بس إن شاء الله عن قريب في أبوظبي إن شاء الله. أكيد بنتمنى لك التوفيق. اليوم بدنا نخبر كمان للأخوة والسادة المشاهدين معنا أنه كيف بيقدروا يوصلوا لصالون الموجود في سام، يعني في موقع تواصل اجتماعي في لوكيشن خاص فيكم، خبر السادة المشاهدين عن موقعكم بالضبط. أكيد احنا اخترنا، يعني احنا تقريبا أخذ الموضوع ويانا بحدود 6 أشهر عشان أنه نكون أنه راضين
او نكون انه متاكدين انه اللوكيشن اللي اخذناه انه هو يكون في قلب دبي. احنا احنا موجودين في يعني قلب دبي في مدينه الداون تاون في دبي. بيننا وبين دبي مول انه اتوقع بحدود 3-4 دقائق. موجودين مقابل فندق الموفنبيك فاونتين فيو. نعم اكيد. حابب تضيف اي شيء ما يخص صالونك، تحكي عن اي شيء حابب انت تسرده عن صالونك بختام حلقتنا؟ اخترنا يكون مكان الصالون انه بقلب دبي، يعني the heart of the downtown of Dubai، اللي هو مكان يكون قريب على كل شيء معالم حضارية او اماكن مميزة في دبي، وبنفس الوقت نكون قريبين على كل شيء. من ناحية الصالون، الصالون اخترناه بعناية جدا عالية، كل زاوية بالمحل او كل زاوية بالصالون انه مدروسة 100%. طريقة يعني الميرور اللي موجودة بالصالون، الكل زاوية، طريقة الالوان اللي يعني الطريقة اللي اخترنا فيها الالوان للصالون كانت انه درسناها بمعايير عالية جدا لتوفر الراحة النفسية للزبون. وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا نحن وياكم لنهاية حلقتنا لليوم. تابعونا كل جمعة وسبت على قناة ABC العربية. كل التحية لكم، إلى اللقاء.